الإخوان هذا اليوم هو يوم عالمي للعمال والطبقة العاملة اللي تتخرج تصرح فيها بالإكراهات والمعيشة ديالتها وكي تتعيش في هذا الوطن هذا. فاحنا كسيارة الأجرة الصغيرة تنعيش إكراهات، والسائق المهني تعيش إكراهات بزاف من كورونا، يعني من كوفيد 19 اليوم هذا. فاحنا تنشدوا يعني الحكومة باش تدينا الغازوال المهني، يعني احنا راه تقرنا بالغازوال يعني من 7 درهم حتى ل 12 درهم، والدعم اللي عطاونا ما وصلش السائقين، قبطوه الباترونات. هذا هو الإشكال اللي كاين. وحنا كطبقة عاملة مع إخواننا العمال احنا نعيشوا هذا اليوم، يعني يوم عالمي فيه نعطيو جميع الإكراهات، وحنا تنشدوا من هذا المنبر هذا جميع المسؤولين على قطاع سيارة الأجرة باش يقعدوا معنا لطاولة الحوار ونخرجوا هذه سيارة الأجرة الصغيرة من هذا المأزق اللي كاينه فيه في مدينة مراكش. لأن صراحة النقل في مدينة مراكش ولا تعيش واحد الفوضى عارمة. فمن المنابر الإعلامية تنشدوا جميع المسؤولين باش يقعدوا معنا طاولة الحوار باش نعطيو لمدينتنا واحد الصورة اللي هي جميلة، باش إذا كان السائح أو السياحة الداخلية تاعي تلقى يعني سيارة الأجرة متوفرة بدون فوضى وبدون هذا.